في البداية كل سنة طيبين. بمناسبة شهر رمضان حابب أعرفكم نفسي، معاكم محمود خيري، تكنيكال مانجر KNX ZONE. KNX ZONE هي سيرتيفايد KNX تريننج سنتر وسيستمز انتجريتور، ويمكن مؤخرا بتقوم بدور كونسلتنت لأكثر من شركة شغالة في مجال KNX جوه مصر أو بره مصر. الهدف من مجموعة الويبينارات اللي هنعملها خلال الفترة الجاية هو إيه؟ يمكن حصل شوية حاجات كده الفترة اللي فاتت خلتنا أو ألهمتنا إن إحنا نبدأ في سلسلة الويبينارات دي، من ضمنها إن إحنا كنا عملنا تريننج لأكتر من مجموعة من الطلبة لمشاريع التخرج. مشاريع التخرج بالنسبة لنا كانت اشترك معانا أكتر من 361 طالب. ال 361 طالب دول من أكتر من 32 جامعة. ال 32 جامعة دول موجودين جوه مصر وخارج مصر، منهم جزء خارج مصر. العدد ده بالإضافة إن إحنا عندنا الويب سايت اللي هو KNX ZONE، هو مخصص وريليتد أكتر بالKNX وفقط. يمكن عدد المستخدمين في الموقع حاليا في الفترة القصيرة اللي فاتت دي بنتكلم في 13493 مستخدم. بالإضافة إلى مجموعة التريننج اللي إحنا بنعملها مع مجموعات مختلفة، يمكن حصل إن إحنا جالنا أسئلة كتير جدا، إيه براندات KNX اللي موجودة في مصر؟ يمكن ده سؤال مشروع وطبيعي جدا إن أي حد بيشتغل مع بروتوكول KNX محتاج يعرف إيه البراندات اللي شغالة في السوق، والإمكانيات بتاعت كل براند، وإيه الرينج أوف برودكت اللي موجود عنده، وإيه السوليوشنز اللي بيقدمها. العدد الضخم ده اللي تعاملنا معاه يمكن كلهم كانوا عندهم نفس السؤال، ايه براندات الكي ان اكس اللي موجوده في مصر اللي احنا نقدر نتعامل معاه. يمكن في العدد الكتير اللي احنا تعاملنا معاه ده يمكن الهمنا في حاجه تانية كمان، ان احنا نعمل كوميونتي خاص بالكي ان اكس. ويمكن عشان كده بدأنا في حاجة اسمها KNX يوزر كلاب. KNX يوزر كلاب هو هيكون تابع للKNX اسوسيشن، وهو عبارة عن في مصر جمعية. الجمعية دي بتضم كل المهتمين بمجال الKNX. يمكن أسسنا الجمعية الحمد لله خلاص. الجمعية ضمت في المؤسسين بتوعها 10 من مختلف القطاعات، منهم الكونسلتنت، منهم الانتجريتورز، منهم الاي تي، يعني منهم المانيفاكتشرز. في الحقيقة احنا ناويين بعد ما هيظهر، يعني ان شاء الله يكون لها اشهار في بداية الشهر الجاي، يعني الشهر الجاي ان شاء الله هيكون الاشهار الرسمي للجمعية، فمنتظرين الاعلان الرسمي في الجريدة الرسمية بتاعة الدولة ان شاء الله الشهر الجاي. بمجرد ما نعلن عنها هنبدأ نضم اغلب المهتمين بمجال الكي ان اكس اللي موجودين في مصر، سواء كانوا مانيوفاكتشرز او انتجريتورز او حتى طلبة او مهتمين بمجال الكي ان اكس. في الحقيقه سلسله الويبينارات اللي احنا هنشتغل عليها الفتره اللي جايه هنشتغل على مدار 3 اسابيع. ال3 اسابيع دول هيكون في كل اسبوع تقريبا 3 براندات. احنا الاسبوع ده عندنا النهارده اي بي بي، بكره ان شاء الله هيكون في هاجر، بعد بكره هيكون في زينيو وسين كي ناكس. الاسبوع اللي بعديه هنبدا نحط لكم ايه البراندات اللي موجوده فيه، وهنتابعكم بالايميلات ان شاء الله، وكل مع كل سيشن قبل كل سيشن هنبعت لكم اللينك بتاع الويبينار. يمكن عندنا في نهاية كل ويبينار هيكون في استبيان صغير كده، هنبعت لكم لينك المفروض ان انتوا هتملوا بياناتكم فيه وتقيموا الويبينار، من بحيث ان احنا نقدر ناخد فيدباك. هو مش موضوع تقييم قد ما هو فيدباك، ان احنا نبقى عارفين اذا كنا ماشيين صح او في تعديلات او ليكوا اي استفسارات او تعديلات في موضوع الويبينارات. اللي هيشارك معانا في الاستبيانات دي في نهاية كل سيشن، يعني احنا يمكن عاملين حاجة تحفيزية كده، في نهاية اللي هيشارك في كل الويبينارات معانا ابتداء من اول ويبينار لاخر ويبينار ودخل معانا في الاستبيان، هناخد راندوم كده في اخر سيشن ان شاء الله او اخر ويبينار، هناخد راندوم واحد ياخد سيرتيفايد كي ان اكس كورس ويبقى اوفيشال بارتنر واسمه يكون موجود على الويب سايت الخاص بكي ان اكس وياخد السيرتيفيكيت الاوفيشال. طيب كي ان اكس زون بالمناسبه كمان، يمكن احنا الرانكينج بتاعنا طبقا لكي ان اكس اسوسيشن احنا رقم 6 على مستوى العالم، وحاليا رقم 1 في مصر.
خلونا نبدا بالويبينارات بالويبينار النهارده مع مهندس محمد هشام شركه اي بي بي، ونبدا نشوف الرينج اوف برودكت الخاص بشركه اي بي بي والسوليوشنز اللي بتقدمها. واتمنى يكون ويبينار مفيد لنا كلنا ان شاء الله. اخر حاجه، احنا مشغلين لايف فيسبوك حاليا دلوقتي، هنبدا نستوب اللايف بتاع الفيسبوك، واللي محتاج يتابعنا يدخل على اللينك اللي موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو ويكمل معانا الويبينار حاليا ان شاء الله. اتفضل يا باشمهندس محمد. شكرا باشمهندس محمود، كل سنه وحضراتكم طيبين. انا طبعا سعيد جدا ان انا معاكم النهارده ان شاء الله ندردش سوا كده في الكي ان اكس سوليوشنز بتاعتنا. طبعا مينلي احنا الهدف النهارده من الويبينار ان احنا نفتح تشانل سوا كده ونقول ايه الرينج اللي موجود عند اي بي بي، ولو في حد من الكاستمرز سواء الكاستمرز دول كونسلتنتس او اند يوزرز او حتى طلبه في الجامعات، نفتح معاهم الشانل يبقوا عارفين ان اي بي بي عندها بورتفوليو او عندها كي ان اكس سوليوشنز موجوده وموجوده من زمان جدا، عشان اي بي بي اصلا من كانت من الشركات اللي شاركت في تاسيس الكي ان اكس بروتوكول. فدي فرصه لينا كده ان احنا نتكلم سوا كده في سريعا ان شاء الله كده، ومش هنطول عليك وان شاء الله، وعشان الناس اللي وراها سحور وهكذا هي ماكسيموم ان شاء الله نخلص الكلام بتاعنا في ساعه. فزي ما قلنا ان الهدف ان شاء الله ان احنا نفتح تشانل مع بعض، تبقوا عارفين ايه السوليوشنز اللي اي بي بي بتقدمها، وتبقوا عارفين الكونتاكتس جوه اي بي بي، بحيث ان حد محتاج اي سبورت من اي بي بي، محتاج اي دعم من خلال تقديم برودكتس او من تقديم استشارات مثلا فنيه او تقديم whatever technical support هو محتاجه، يبقى ان شاء الله الموضوع سهل بالنسبه له. وبالتالي طبعا احنا بنشكر باشمهندس محمود وبنشكر كنكس زون على الانيشيتيف ده وعلى الفرصه دي ان شاء الله. فخلينا ابتدي كده في عجاله سريعا ان شاء الله. انا هشير طبعا السكرين بتاعتي. خليني كده اديكم الاول انترودكشن سريعا عن اي بي بي وعن البيزنس بتاعنا، وبعد كده نخش في الموضوع بتاعنا ان شاء الله اللي هو الكي ان اكس. الاول اعرفكم بنفسي، انا محمد هشام، تكنيكال انزايم بروموشن سبيشالست جوه اي بي بي، مع الديزاين انتيتيز ان انا بقدم لهم التكنيكال سبورت. الديزاين انتيتيز دول ممكن يكونوا الكونسلتنت او الاند يوزر لو عنده مثلا مكتب فني او حد مهتم بالديزاين، احنا بنقدر نقدم له التكنيكال سبورت اللي هو محتاجه، وبنقدم له وان انترفيس مع اي بي بي. فهو لو محتاج اي حاجه من اي بي بي بيقدر يتكلم الى الشانل بتاعتنا، واحنا ان شاء الله بنفاسيليتيت كل الريكويرمنت بتاعته. اي بي بي طبعا هي ميرج بين شركتين. الشركه الاولانيه اسمها براون بوفيري، دي تاسست 1891 ودي شركه سويسريه، والشركه الثانيه اسمها اسيا، دي تاسست 1883 ودي شركه سويديه. الاثنين عملوا ميرج وبقت اسم اي بي بي في المسمى الجديد بتاعها، خدت من اسيا حرف الاي ومن براون بوفيري حرف البي بي. فالاسم الجديد بتاع اي بي بي موجود في الماركت من 1988. احنا متقسمين لاربع بزنسز. البزنس الاولاني اسمه الكتريفيكيشن، والتاني اسمه اندستريال اوتوميشن، والتالت اسمه موشن، والاخير اسمه روبوتكس اند ديسكريت اوتوميشن. مين اللي احنا هنفوكس عليه النهارده واللي معظم شغلنا كمهندسين كهرباء اكتر او بتوع ديستريبيوشن اكتر، فاحنا بنمشي او في البزنس بتاع الالكتريفيكيشن. الاندستريال اوتوميشن بيهم الناس اكتر اللي هم بتوع السكادا والبي ال سي والدي سي اس والكنترول سيستم بتاع العمليات الصناعيه. الموشن ده هتلاقي جواه الدرايفز والموتورز، وهتلاقي في الاخر الروبوتكس او البيزنس بتاع الروبوتكس، هتلاقي جواه برودكتس بتاعت الروبوتكس او الروبوتكس اللي بتشارك في العمليات الصناعيه. فاحنا مينلي هنبقى حتى مركزين في الكي ان اكس سوليوشنز النهارده على البيزنس بتاع الالكتريفيكيشن. طبعا اي بي بي بتقدم من خلال الفور بيزنسز دول الامبريلا او الديجيتاليزيشن بلاتفورم بتاعتها اسمها اي بي بي ابيليتي. اي برودكت تحت اي بي بي تو بي ان هو يبقى كوميونيكيتد او ان هو يستخدم في الـ في الـ في السمارت ابلكيشنز،
الامبريلا اللي بتغطي كل السوليوشنز دي اسمها اي بي بي ابيليتي. فدايما هتلاقي في اي سمارت سوليوشن موجود اي بي بي بتقدمه هتلاقي قبليه كلمه اي بي بي ابيليتي او اي بي بي ابيليتي بلاتفورم. طبعا اي بي بي مهتمه جدا بالسمارت سوليوشنز، احنا بنقدم حلول في السمارت يوتيليتيز، في السمارت بيلدينجز، في الترانسبورت والانفراستراكشر، في الاندستري. طبعا توجهات الدوله دلوقتي ان هي تبني مدن كلها ان هي تبقى سمارت، فاحنا بنقدم كل السوليوشنز بتاعتنا ان هي تو بي انتجريتد مع الكونسبت بتاع السمارت سيتي. فهتلاقي كل البرودكتس بتاعتنا الى حد ما احنا بنخليها ان هي تفت الكونسبت بتاع السمارت سيتي. فهتلاقي ان احنا بنقدم مثلا شواحن الكهرباء عشان نخدم موضوع السمارت ترانسبورت اند انفراستراكشر. هتلاقي في السمارت بيلدينج بنقدم البيلدينج اوتوميشن سيستم زي اللي احنا هنتكلم عنها النهارده ان شاء الله، الكي ان اكس سوليوشنز. في السمارت يوتيليتيز بنتكلم ان احنا كل الكونفنشنال سيستم، الالكتريكال كونفنشنال سيستمز بتاعتنا سواء اللو فولتج او الميديوم فولتج، ان هي تو بي كونكتد علشان تخدم الكونسبت بتاع السمارت سيتي. الالكتريفيكيشن بيزنس اللي احنا هنتكلم مينلي عنه النهارده متقسم لاكتر من بيزنس لاين جوه عندنا. في عندنا حاجه اسمها ديستريبيوشن سوليوشنز، حاجه اسمها سمارت باور، حاجه اسمها انستوليشن برودكتس، وحاجه اسمها سمارت بيلدينجز. سمارت بيلدينجز دي اللي هيندرج تحتها السوليوشنز بتاعت الكي ان اكس. واخيرا في عندنا حاجه اسمها باور كونفرجن، ده بيزنس ظهر جديد عندنا في اي بي بي نتيجه ان احنا عملنا في 2018 اكوزيشن لشركه جنرال الكتريك، عملنا اكوزيشن للاندستريال سوليوشنز، فظهر عندنا بزنس لاين اللي اسمه باور كونفرجن. طبعا الديستريبيوشن سوليوشنز دي جواها اللو فولت سويتش جير والميديوم فولت سويتش جير والكومباكت سكندري سب ستيشنز. السمارت باور بنقدم من خلالها السيركت بريكرز والانكلوجر والموتور ستارترز والالكتريكال فيكل انفراستراكشر. السمارت بيلدينج هي دي اللي مينلي هنتكلم عنها النهارده، او جواها السوليوشن بتاع الكي ان اكس. دي جواها الهوم اند بيلدينج اوتوميشن، جواها الكي ان اكس سوليوشنز، جواها البيلدينج اوتوميشن او الهوم اوتوميشن سيستم الخاص باي بي بي اللي اسمه اي بي بي فري ات هوم، وجواها الدور انتري سيستم الخاص باي بي بي. وبالبلس ان هي في من ضمن البرودكتس اللي جوه السمارت بيلدينج الوايرنج اكسسوارز والدين ريل برودكتس وهكذا. فاحنا مينلي ان شاء الله هنبقى النهارده مركزين على الكي ان اكس سوليوشنز اللي هو جوه السمارت بيلدينج بزنس. واخيرا في عندنا الانستوليشن برودكتس اللي هي خاصه بالايرثنج واللايتنينج بروتكشن. البورتفوليو ده اتضاف لاي بي بي نتيجه ان احنا عملنا كمان اكوزيشن في 2013 لشركه اسمها توماس اند بيتس، وكان من ضمن شركات توماس اند بيتس شركه فيرست، وبالتالي بدا كل البورتفوليو بتاع جراوندنج واللايتنينج بروتكشن يبقى تحت اي بي بي في الفتره الحاليه. طيب السلايد دي مهمة، بتقول لنا احنا كاي بي بي ايجيبت احنا بنبيع ازاي، او تواجدنا في ماركت عامل ازاي. اول تشانل عندنا لماركت ان اي بي بي نفسها هي اللي بتبيع للاند يوزر نفسه. الاند يوزر ده ممكن يكون يوتيليتي، ممكن تكون اندستري، ممكن يكون اي سيجمنت، وات ايفر السيجمنت ده ايه محتاج برودكت او سيستمز من عند اي بي بي، ممكن دايركت تشانل من اي بي بي نفسها هي اللي تبيع له البرودكت او السيرفيس اللي هي اللي هو محتاجها. في تشانلز تانية بنبيع من خلالها برضو، ومن اهمها مثلا زي السيستم انتجريتورز، وده اللي احنا مركزين عليه حاليا في السيرفيس بتاعت الكي ان اكس او الكي ان اكس برودكتس. يمكن كانت اي بي بي من سنتين ثلاثه كان لما حد بيطلب ان احنا ننفذ له كي ان اكس سيستم، كانت اي بي بي هي اللي بتخش از ماذر كومباني، بتخش هي اللي بتنفذ وهي اللي بتعمل التصميم وبتقدم الاوفرنج خلال اي بي بي نفسها. دلوقتي بقى في ابروتش مختلف شويه، ان احنا بقى عندنا سيستم انتجريتورز. زي ما طبعا هنتكلم عن الكي ان اكس، الكي ان اكس بيقدم فرايتي للسيرفيسز وللبرودكتس. فهو الكونسبت بتاع الكي ان اكس ان هو بيقدم لك انتجريتد سوليوشن. فوارد جدا ان انت تبقى محتاج مثلا سوليوشن مش موجود عند اي بي بي، فانت لو كنت بتشتري من اي بي بي دايركت هتلاقي ان انت ملزم بس ان انت تاخد من اي بي بي الكومبوننتس او الديفايسز اللي هي هتخدمك في مشروعك، وتروح عند فيندور تاني تاخد منه بقيه الديفايسز اللي مش موجوده مثلا عند اي بي بي.
الموديل ده ما بقاش مريح شويه للاند يوزرز او للكاستمرز. الكاستمر بيبقى عايز يتعامل مع انتيتي واحده بس او شخص واحد بس هو اللي يقدم له السوليوشن كامل بتاع المشروع بتاعه. علشان كده هتلاقي ان ظهر معانا الكونسبت بتاع السيستم انتجريتور. السيستم انتجريتور دي بتبقى شركه واخده سيرتيفيكت من المذر كومباني. الشركه دي هي اللي بتقوم بتنفيذ السيستم بالكامل، بتاخد الميجور كومبوننتس من الشركه اللي هي بتتعامل معاها او اللي هي سيرتيفايد عن طريقها، مثلا زي اي بي بي مثلا، بتاخد مننا المين كومبوننتس، ولو في سيستم مش بتقدم فيه اي بي بي السوليوشنز وكان محتاجه العميل، بيبتدي ان السيستم انتجريتور ده يجيب له بقيه الحاجات اللي مش موجوده عندنا ويبتدي يقدم له السوليوشن از ا وان باكج. احنا حاليا دلوقتي عندنا تو سيستم انتجريتورز في مصر، في عندنا ايزي لايف تكنولوجيز وعندنا ديجيتال كوم، هما الاثنين سيرتيفايد سيستم انتجريتورز. دول اللي احنا بنقدر نخدم عن طريقهم الكي ان اكس سيرفيسز بتاعتنا. في طبعا التشانلز الثانيه بانل بيلدرز، زي لو انت محتاج لوحات او او اي امز او التجار التجزئه والديستريبيوتورز بتوعنا، بس مينلي انا بركز على الحته بتاعه السيستم انتجريتورز لان هي دي اللي بتخدم البيزنس بتاع الكي ان اكس عندنا. اي بي بي مصر هي مسؤوله عن الانكا ريجون او ايجيبت اند نورث اند سنترال افريكا. ايجيبت هي الهاب كونتري، مسؤوله عن 23 دوله تحتيها في شمال ووسط افريقيا. لينا 10 دول احنا متواجدين فيها بقوه في شمال ووسط افريقيا، هي الدول دي الكاميرون وتونس والجزائر وهكذا. اي بي بي في مصر الهيد اوفيس بتاعنا موجود في التجمع الخامس، ولينا برانش اوفيس في اسكندريه. وزي ما قلنا ان احنا مسؤولين كاي بي بي ايجيبت عن 9 مكاتب تمثيليه في وسط وشمال افريقيا غير اي بي بي مصر. في عندنا في مصر 5 مصانع او 5 مانيفاكتشرنج فاسيلتيز في العاشر من رمضان. وتقريبا عدد الموظفين دلوقتي في اي بي بي مصر حوالي 1800 موظف. ده كده شكل المصنع بتاعنا في العاشر من رمضان. هتلاقي حتى الكونسبت بتاع الانرجي افشنسي احنا مطبقينه فيه على قد ما نقدر. هتلاقي ان المصنع متغطي بالكامل بروف توب سولار بلانت، ده مسؤول ان هو بيفيد كل اللايتنج سيستم اللي موجود في المصنع بالكامل. دي كده كانت انترودكشن سريعه عن اي بي بي. خلينا بقى نبتدي ان شاء الله دلوقتي في البرزنتيشن بتاعتنا عن الكي ان اكس سوليوشنز اللي بتقدمها اي بي بي. وزي ما قلنا احنا هندردش دردشه عامه ان شاء الله عن السوليوشنز، بهدف ان انا افتح تشانل مع حضراتكم، ولو في اسئله ديتيلد او في اي ريكوست انت محتاجه من اي بي بي طبعا معاك الكونتاكت بتاعي، انا ممكن ان شاء الله حتى احطه في الشات، حضراتكم تكلمونا وان شاء الله هندلكم عن البيست واي اللي يخدم طلباتكم ان شاء الله. احنا ان شاء الله الاجنده اللي هنتكلم فيها حاجه مبسطه، هنتكلم كانترودكشن عن الكي ان اكس والكي ان اكس اورجانيزيشن والادفانتجز بتاعت الكي ان اكس، وبعد كده هنتكلم عن البورتفوليو بتاع اي بي بي في الكي ان اكس. طبعا مبدئيا كده كلمه الكي ان اكس دايما هو بيخدم كونسبت اسمه بيلدينج اوتوميشن. فمعنى building automation يعني ايه building automation؟ ان انت عندك tool system موجود في البيلدينج بيتحكم فيه بهدف ان هو يعمل energy saving و energy optimization للمبنى عندك. ده كده الكونسبت العام بتاع البيلدينج اوتوميشن. ممكن تحقق البيلدينج اوتوميشن ده باكتر من سيستم. ممكن يكون عندك بي ام اس، زي ده كان من اكتر البروتوكولز او اكتر السيستمز المشهوره عندنا اللي هو بيلدينج مانجمنت سيستم، وهو مينلي كان معمول علشان يخدم الاتش فاك ابلكيشنز. بدأت تظهر شوية بروتوكولز أكتر، وبدأ كل شركة مصنعة شركة كبيرة إن هي تبتدي تعمل بروتوكول ليها أو سيستم ليها يخدم البيلدينج أوتوميشن. الموضوع ده في الاندستري بدأ إن هو يخنق الناس شوية، لأن أنت لو أنت عامل كلوزد سيستم عليك، أنت لما هتيجي تعمل أبجريد للسيستم أو إن أنت تعمل رينوفيشن لو في حاجة باظت أو هكذا، أنت مضطر إن أنت تروح لنفس الشركة اللي هي وردت لك السيستم بتاعك في الأول. ده أدى إن المصنعين إن هم
يتجهوا لفكر تاني، ان هم محتاجين ان هم يعملوا اوبن بروتوكول. الاوبن بروتوكول ده يبقى فالد على جميع المصنعين، بحيث ان كل المصنعين بيرجعوا لمرجعية واحدة في تصنيعهم للبرودكتس بتاعتهم، بحيث ان هم يقدموا اقصى بنفيت للاند يوزر بتاعهم. ومن هنا بدأ التفكير في الكي ان اكس سيستم از ا بيلدينج اوتوميشن. فالهدف من البيلدينج اوتوميشن سيستم ان جنرال والكي ان اكس على وجه الخصوص، طبعا ريدكشن في الانرجي كونسومشن، increase the comfort بتاع اليوزرز، increase the safety والease of use of the system، وبالتالي يبقى انت كونت السمارت ليفنج او السمارت سيستم اللي موجود عندك. وبالتالي بدا المصنعين زي ما قلنا ان هم في بدايات التسعينات وتحديدا في 1990 ان هم بداوا ان هم يجتمعوا، الشركات الكبيره بدات تجتمع مع بعض علشان يحطوا كونسبت للبيلدينج اوتوميشن بروتوكول جديد يخدم البيلدينج اوتوميشن كونسبت ان جنرال. كانت من اكبر الشركات او اللي ابتدى الموضوع ده في 1990 كانوا حوالي 15 شركه، كان من ضمنهم ABB وطبعا من ضمنهم تيمنز. بدأوا ان هم يحطوا البروتوكول ويحطوا الستاندرد ويشوفوا البروتوكول ده هيتنفذ ازاي. لكن وانت تخيلوا ان الشركات دلوقتي وصلت لحد 400 شركة مشاركة في KNX Association، ان هي عندها بتصنع البرودكتس بتاعت KNX. وده يوضح لكم قد ايه الموضوع ناجح وقد ايه الموضوع بقى بومينج ان انت تستخدم KNX بروتوكول. طبعا الكي ان اكس بروتوكول ده اول ستاندرد اوبن للبيلدينج اوتوميشن. زي ما قلنا احنا وصلنا دلوقتي لحوالي 400 مصنع في 38 دوله شغالين بالكي ان اكس بروتوكول وبيصنعوا الكي ان اكس ديفايسز. ويمكن ده كان تحدي للناس اللي في الاول ابتدوا الفكر، زي ما قلنا ان هم ابتدوا ب 15 شركه، كان لازم ال 15 شركه دول يشتغلوا على بروتوكول ويعملوا مصانع تصنع الديفايسز بتاعته ويعملوا ار ان دي سنترز عشان تطور الكونسبت بتاعه. فمن وصولا من 15 شركه لحد 400 شركه، ده يبين قد ايه ان الموضوع كان ناجح وموضوع كان فيزبل معاهم. طبعا الـ KNX as protocol زي ما قلنا ان هو open standard وبيكمبلاي مع كل الـ standards سواء اوروبيا او امريكان standards، ودي الميزة الرئيسية اللي فيه. كان زمان اول ما اخترعوا الـ KNX كان اسمه EIB protocol. EIB كان اختصار زي ما قلنا كده في التسعينات، كان اختصار European Installation Bus. ده البروتوكول زي ما اخترعوه الاول، وكان في المنظمه اللي كانت مسؤوله عن البروتوكول ده اسمها ايبا او EIBA او European Installation Bus Association. هي دي اللي كانت مسؤوله ان هي بتحط الستاندرد بتاع البروتوكول وبتعمل تيستينج للكومبوننتس بتاعته وبتدي سيرتيفيكيشنز سواء للبرودكت او سواء للديزاينرز اللي هيتعاملوا مع KNX. بدا مع دخول الالفينات ان هم البروتوكول ده بدا ينجح نجاح قوي جدا، وبدا ان هو عايزين يخرجوه بره المنطقه بتاعه اوروبا، بداوا ان هم عايزين يسوقوه في العالم كله. فواجهوا شويه مشاكل في الاسم بتاع البروتوكول نفسه، ان هو اسمه European Installation Bus، وبالذات في المنطقه بتاعه الخليج، لان الناس بتوع الخليج بيحبوا اكتر البرودكتس بتاعه اليو اس ماركت، فكلمه European بقت عامله لهم عائق شويه. فبداوا ان هم يغيروا الاسم بتاعه من EIP الى KNX، وKNX دي اختصار كونكس او كونكت بتوين باسز. وبالتالي بدأ إن نتيجة الاسم الجديد ده إن السيستم بدأ يلاقي قبول شوية من بقية الماركتس اللي كانت خايفة من اسم يوروبيان وتقول إن السيستم ده أوروبي مش هيمشي في البلاد بتاعتنا. وبالتالي بدأ يظهر معانا الاسم بتاع KNX. المسؤول عن الـ KNX Standard حاجة اسمها KNX Organization، وده طبعا الويب سايت بتاعها knx.org، دي اللي بتحط الـ Standard بتاع الـ KNX وبتعمل الـ Certifications للديزاينرز وللبرودكتس، وكمان بتعمل update أو هي اللي شغالة أو هي اللي بتطلع الـ Software اللي احنا بنبرمج دي الـ KNX System بتاعنا اللي هو اسمه ATS أو Engineering Tool Software. ده كده شكل الانترفيس بتاعها. هي طبعا تول يونيفايد بتشتغل على كل الـ KNX برودكتس اللي موجودة من جميع المصنعين.
هتلاقي في الغالب لكل مصنع ليه تول خاصه بيه بيعمل بيها كوميشننج كمان، وبيعمل بيها تيستنج للكي ان اكس برودكتس بتاعته، بس بتبقى مقفوله على البرودكتس بتاعته، بتبقى اسهل شويه من الاي تي اس. احنا عندنا اسمها اي باس تول. بالمناسبه احنا البورتفوليو بتاعنا ككي ان اكس في اي بي بي اسمه اي باس كي ان اكس، ده البرودكت براند بتاعنا او النيم بتاعنا للكي ان اكس سوليوشنز، دايما هي اسمها اي باس كي ان اكس. طبعا الادفانتجز بتاعت الكي ان اكس زي ما حضراتكم عارفين وادرى مني، طبعا هو بيستخدم في تقريبا في كل الاوتوميشن سيستمز اللي انت محتاجها جوه المبنى بتاعك، لايتنج، اتش فاك، شاترز، وات ايفر، كل الحاجات دي بتقدر تقدمها من خلال الكي ان اكس. ميزه كبيره في الكي ان اكس ان هو بيقدر ينتجريت مع ديفرنت بروتوكولز، يقدر ينتجريت مع الباك نت، علشان لو انت عندك دي ام اس سيستم موجود في المبنى بتاعك، يقدر ينتجريت مع الدالي، يقدر ينتجريت مع الامباس، مع الاي بي ايثرنت، وات ايفر البروتوكول، بيقدر ينتجريت مع الكي ان اكس سيستم بسهوله جدا. وزي ما قلنا ان احنا دلوقتي بقى حوالين العالم حوالي 400 ممبر بيصنعوا الكي ان اكس سيستمز، فقد ايه الكي ان اكس هو بروتوكول ريلايبل ان انت تقدر تستخدمه في المبنى عندك بكل اريحيه. المصانع بتاعتنا في كاي بي، احنا طبعا زي ما قلنا ان احنا من اوائل الشركات اللي كانت بتدعم الكي ان اكس بروتوكول، فاي بي بي من دي 1 وهي عندها مصانع بتصنع الكي ان اكس برودكتس، يعني ما عملتش اكوزيشن مثلا مؤخرا لمصانع بتقدم الكي ان اكس سوليوشنز، لا دي اي بي بي فروم دي 1 وهي اصلا بتقدم الكي ان اكس سوليوشنز بتاعتها من خلال مصانعها. فاحنا عندنا اي بي بي ستودز كونتاكت ده في المانيا، ده المسؤول عن الدين ريل كومبوننتس اللي هي الحاجات اللي بتتحط جوه اللوحه، اللي هي السويتشنج اكتويترز والشاتر اكتويترز والاتش فاك اكتويترز وهكذا، دي بتطلع من المصنع بتاعنا اي بي بي ستودز في المانيا. عندنا المصنع الثاني اي بي بي بوش ييجر، ده برضه في المانيا، ده المسؤول عن الوايرنج اكسسوارز والسنسورز بتخش جوه السيستم بتاع الكي ان اكس، فكل الكيبادز وكل السمارت تاتش سكرينز والديتكتورز المختلفه اللي بتبقى جوه الكي ان اكس سيستم دي بتطلع برضو من المصنع بتاعنا بوش ييجر في المانيا. واخيرا المصنع الثالث بتاعنا اي بي بي سي، وده في السويد، ده المسؤول عن العدادات او السمارت ميترز، سواء اللي بتتعامل مع الكي ان اكس او سواء اللي بتتعامل مع اي بروتوكول مختلف. طبعا اي بي بي في مصر ابتدت موضوع الكي ان اكس ده من زمان جدا، تقريبا من سنه 2000 until now. مثلا احنا مقدمين اكتر من 430 ريفرنس بروجكت في مصر، عاملين استاد القاهره، عاملين مثلا فندق دوسيت، عاملين المبنى بتاع بتروجيت النايل تاورز اللي هي على النيل بتاعت ابراكس ويرس. فهتلاقي تقريبا في كل الابلكيشنز المختلفه للمباني احنا عندنا ريفرنس ليست ومقدمين ليها خدمات في الكي ان اكس سوليوشنز. اللي احنا دلوقتي او الاذرع بتاعتنا اللي احنا بنشتغل من خلالها في الايجيبشن ماركت، يعني في الكي ان اكس سوليوشنز. طبعا السوليوشنز اللي بيقدمها كين اكس زي ما قلنا، اللايتنج، الشاترز والبلايندز، سكيورتي سيستمز، اتش فاك سيستمز، يمكن هو دلوقتي بدا يخش الكي ان اكس وبدا يناطح شويه البي ام اس في حته الاتش فاك سيستم، فوارد جدا ان انت قريب ان شاء الله ما تلاقيش تو سيستمز عندك في المبنى الواحد، بدل ما كنت هتلاقي بقى بي ام اس او بيلدينج مانجمنت سيستم وبيبقى فيه تحتيه اللور ليفل مثلا الكي ان اكس، لا ده انت وارد جدا ان انت تلاقي في بعض المباني بداوا يستغنوا عن البي ام اس خالص وبدا يكون عنده كي ان اكس سيستم واحد بيتحكم في المبنى كله، اتش فاك واللايتنج كنترول وسكيورتي وميترنج وكل حاجه واوديو فيجوال وكل حاجه موجوده في السيستم عندك. لكن حتى الان وارد ان انت تلاقي في المباني البي ام اس وتحتيه بليفل ممكن تلاقي الكي ان اكس، لكن زي ما قلنا الكي ان اكس بدا يتشطر قوي في حته الاتش فاك، فقريب جدا هتلاقي ان الاتش فاك بقى خلاص انتجريتد مع الكي ان اكس 100%، وبالتالي ممكن تلاقي بي ام اس بدا يختفي من عندك في المشاريع. زي ما قلنا طبعا المشاريع اللي يقدر يشتغل فيها استادات، اوتيلات، ريزيدنشال بيلدينجز، كوميرشال بيلدينجز، مولز، مفيش ابلكيشن الا ودخل فيه الكي ان اكس وبيقدم فيه السوليوشنز بتاعته.
دي باختصار كده التوبولوجي بتاعت الكي ان اكس. بيبقى السيستم مكون من ايه؟ بيبقى مكون من باور سبلاي. باور سبلاي بياخد ال 220 فولت من ناحيه وبيطلع لك الناحيه الثانيه الكي ان اكس كيبل بتاعه او الكنترول كيبل. ومن خلال الكنترول كيبل ده انت بتبتدي تلم عليه اللايتنج او الديفرنت اكتويترز بتاعتك، سواء كانت لايتنج او سواء كانت شاترز او اتش فاك او وات ايفر. وبتلم على نفس الباص ده كمان بتلم عليه الانبوتس بتاعتك او السنسورز بتاعتك، سواء السنسورز دي كانت كيبادز او موشن سنسور او وات ايفر. فهو قد ايه سيستم سهل جدا في الكونكشنز بتاعته. مكونات السيستم عشان للتبسيط، بيبقى السيستم مكون من 3 مين كومبوننتس رئيسيين، والرابعه دي يعني مش شرط تشوفها في كل السيستمز. الثلاثه الرئيسيين لازم تشوف سيستم كومبوننتس. سيستم كومبوننتس دول بيبقوا باور سبلايز او يو اس بي انترفيسز او لاين كابلرز او اي بي راوترز. كل الحاجات دي بتتسمى سيستم كومبوننتس. اتليست لازم هتلاقي باور سبلاي في السيستم عندك. الحاجات التانية دي ممكن على حسب الحاجه. فده اول حاجه سيستم كومبوننت اللي هو باور سبلاي. تاني حاجه السنسورز اللي موجودين عندك او الانبوتس. الانبوتس دول اللي هم هيبقوا الديفرنت سنسور، سواء لايت سنسور، تمبريتشر سنسور، وات ايفر، او كيباد. الكيباد دي تعتبر انبوت برضو او سنسور. فده كده تاني نوع من انواع الديفايسز اللي هيبقوا موجودين في الكي ان اكس سيستم بتاعك. النوع التالت او البيلر التالت اللي موجود اللي هو الاكتويترز اللي انت هتطلع عليها الاوتبوت بتاعك، اللي هي بقى سويتش اكتويتر، ديمنج اكتويتر، فاين كويل يونت اكتويترز، وات ايفر. فالسيستم مالي هيبقى موجود عندك سيستم كومبوننت اللي هو باور سبلاي، انبوتس اللي هي السنسورز، اوتبوتس اللي انت بتطلع عليها الاوتبوت بتاعك اللي هي الاكتويترز. ده كده ببساطة ممكن شكل السيستم ازاي هيبقى متنفذ عندك جوه اللوحة. بيبقى عندك اللوحة بتاعت الاوتوميشن او لوحة الكي ان اكس. ممكن تاخد الكي ان اكس كومبوننتس دول وتحطهم جوه لوحة الديستريبيوشن بتاعتك عادي. لو انت عندك لوحة انارة وعايز تضم معاها الكي ان اكس ديفايسز، تقدر تحطها كمان جوه لوحة الانارة. او لو عايز تفصل اللوحتين عن بعض، تقدر تعمل لوحة منفصلة للكي ان اكس ديفايسز. عادة بنحط الاكتويترز جوه اللوحة. طبعا احنا بنحط باور سبلاي الاول، هو العمود الفقري بتاع السيستم نفسه. بطلع منه بالكي ان اكس كيبل، ببتدي ان انا اوصل للديفرنت اكتويترز بتوعي اللي هيبقوا محطوطين جوه اللوحه، او وارد ان انت تشوفهم بره اللوحه، يعني وات ايفر، ممكن كده وممكن كده. وتخرج من اللوحه بتاعتك بنفس الكابل اللي هو الكنترول كيبل او الكي ان اكس كيبل، تبتدي تعدي على الديفرنت سنسورز اللي موجودين عندك في المبنى. ده كده الكوميونيكيشن او الكنترول واي او الكنترول واير. في طبعا عندك الباور واير بقى او الباور كيبلز، دي وات ايفر، يعني دي كده كده بتبقى موجوده عندك زيها زي الكونفنشنال سيستم العادي خالص. انت بيبقى عندك دوائر الاناره هي رايح لها بنفس كابلات الكهرباء، دوائر السوكتس وات ايفر. بس انت بدل ما كنت بتتحكم في دوائر الاناره دي عن طريق كونفنشنال سويتش عادي، لا، انت بدات ان انت تتحكم فيها عن طريق الاكتويتر، والاكتويتر ده واصل معاه على نفس الباص السنسورز اللي هتاخد الانبوتس بتاعته منها. ده كده شكل الكي ان اكس كيبل. بيبقى مكون من اربع اطراف، طرفين اللي هم البوزيتيف والنيجاتيف اللي رايحين للديفايسز، وطرفين تاني بيبقوا سبير. ده كده زي رايزر دايجرام كده للكي ان اكس سيستم، ان انت بيبقى خارج من عندك الباور سبلاي بكي ان اكس كيبل. الكي ان اكس كيبل ده بتبتدي ان انت تلم عليه الديفايسز المختلفه اللي عندك، سواء كانت انبوتس او اوت بوتس. وده بيوضح لنا قد ايه السيستم سهل جدا في الوايرنج. السيستم بيقبل اكتر من فليكسبل جدا في طريقه التوصيل بتاعته. هو بيقبل التري وايرنج، ان انت ممكن توصل لديفايس وتطلع منه الديفايس تاني وتقعد تتفرع اللي هو التري توبولوجي، او تقبل الستار توبولوجي، ممكن ان انت تخرج راديال منه. بس الممنوع فيه ان انت تطلع من الكي ان اكس او باور سبلاي ديفايس بتاعك وترجع على الباور سبلاي تاني. يعني هو مش بيقبل اللوب سيستم، ان انت تروح تلم الديفايسز وترجع على باور سبلاي تاني. مش زي الفاير الارم كده ان انت بتعمل لوب، لا، انت بتخرج في اتجاه واحد وتقدر ان انت تعمل فريعاتك من الاجهزه المختلفه زي ما انت عايز. فهو السيستم فليكسبل جدا. طبعا السيستم يقدر يشيل عدد مهول من الديفايسز. واقصد بديفايس ان مثلا الاكتويتر ده يعتبر ديفايس،
الاكتويتور ده ممكن يكون راكب عليه اكتر من لينية انارة او اكتر من كشاف انارة، فانت ما تعدليش الكشافات وتقول لي ان ده ديفايس، لا ادلي كي ان اكس ديفايس وهو ده اللي بنقدر نسميه ديفايس. نقدر كونسبت او التوبولوجي بتاعته، الكي ان اكس سيستم بيبقى مكون من حاجه اسمها لاينز. اللاين ده اللي هو باور سبلاي، وباور سبلاي بخرج منه بالكي ان اكس كيبل والم عليه الاكتويترز او السنسورز بتاعتي. الباور سبلاي الواحد او الكي ان اكس لاين، اللاين الواحد يقدر يشيل اب تو 64 جهاز او 64 ديفايس. طيب ان كيس ان انا عندي اكتر من 64 ديفايس، ببتدي ان انا اعمل لاين كمان، لاين كمان الم عليه ال 64 ديفايس. طب انا محتاج ان انا الم التو لاينز دول او ان انا اعمل كوميونيكيشن بينهم، ببتدي احتاج حاجه اسمها لاين كابلر، ده اللي احنا كنا اتكلمنا عنه في السيستم كومبوننتس الاول. فببتدي ان انا اعمل ربط بين التو لاينز اللي انا عملتهم عن طريق لاين كابلر. طيب محتاج لاين كمان، ازود لاين كمان. طب اب تو كام لاين اقدر اربطهم ببعض؟ اب تو 15 لاين. يبقى انت معاك 15 لاين في 64 جهاز. طب بدأ ان انت محتاج عدد ديفايسز اكتر للسيستم تلمهم على موجودين في البيلدينج عندك، ومحتاج ان انت تلمهم على الكي ان اكس سيستم. يظهر هنا معانا الكونسبت بتاع الاريا، ال 15 لاين مع بعض دول بيتسموا اريا. طيب افرض انا بقى عايز ازود اجهزه كمان عندي، ابتدي ان انا اخش في اريا جديده. الاريا الجديده دي اقدر الاريا الواحده يبقى فيها 15 لاين، فانا كده بقى عندي مثلا اريتين، فالتو ارياز دول انا عايز اربطهم برضو ببعض، بستخدم ديفايس تاني اسمه اريا كابلر. طيب لو انا بدات ان انا عايز كمان اريا ثالثه، اقدر ازود الارياز اب تو 15 اريا، وان انا بوصلهم في الاخر باريا كابلر. طيب احتاجت ديفايسز كمان، في عندك بوسترز او هي او ريبيترز ممكن تحطها على اللاين الواحد، ان هو بدل ما بتستخدم عليه 64 جهاز ممكن تحط اربعه ريبيترز، فتضرب ال 64 في اربعه، فالنتيجه بتاعت 57000 جهاز دول جايين من ايه؟ جايين من ال 64 في اربعه في 15 اللي هم 15 لاين في 15 اللي هي 15 اريا، فده عدد ضخم جدا. طيب ان كيس بقى ان انت عالي المبنى عندك عن ال 57000 جهاز دول، زي ما قلنا ان ال KNX بيدعم البروتوكول الايثرنت او الاي بي بروتوكول، فانت تقدر تستخدم بدل اللاين كابلرز دول تستخدم اي بي راوترز ان انت تربط بيها ال KNX سيستم بتاعك. يمكن الحته دي ديتيلد شويه، بس انا بقولها علشان اوضح لكم ان قد ايه عدد الاجهزه ممكن يتربط على ال KNX سيستم بتاعك. فهو بيقدر يخدم من السمول ابلكيشن، لو انت عندك شقه صغيره او فيلا تقدر تنفذ فيها ال KNX، ولو عندك مول او عندك مثلا مجموعه مباني مترابطه ببعض تقدر تنفذ عليها كمان الكي ان اكس سيستم بتاعك. الديفايسز المختلفه زي ما احنا اتكلمنا، اول حاجه عندك السيستم ديفايسز اللي هي ممكن تكون الباور سبلاي، الراوترز، اللاين كابلرز، دي الحاجات اللي هي مسؤوله عن السيستم نفسه، اللي احنا قلنا اهم حاجه فيها باور سبلاي اللي هو من غيره مش هيبقى شغال اصلا السيستم. في تاني حاجة عندك السنسورز، السنسورز دي يا إما فعلا سنسورز زي البريزنس سنسور، الموشن سنسور وهكذا، أو الثيرموستات أو السويتشز نفسها، يعني دي تعتبر انبوتس فتندرج تحت الفاميلي بتاعت السنسورز. بعد كده الأكتويترز اللي أنا هدي عليها الأوردر نفسه، دي بتختلف بقى على حسب الأبلكيشن أو الحمل اللي أنا رايح أتعامل معاه، سواء كان سويتشنج أكتويتر او ديمينج اكتويتور في حاله اللايتنج، الشاترز في حاله الستاير، الدالي اكتويتورز لو انا عايز انفذ دالي سيستم في اللايتنج عندي، فان كويل يونتس اكتويتورز لو انا رايح اتحكم في التكييفات او في فان كويل يونتس، واخيرا الكنترولرز دي بنستخدمها في بعض الحالات ان انا مثلا لو عايز اعمل لوجيك او سيناريو معين في السيستم عندي كان معقد شويه، فبحتاج ان انا احط اللوجيك موديولز دي علشان ابتدي ابرمج عليها السيناريو اللي انا محتاج انفذه بالكي ان اكس. نبتدي نتكلم شويه كده نبذه عموما عن البرودكتس اللي بتقدر تقدمها اي بي بي من خلال الكي ان اكس.
بورتفوليو بتاعها. اول حاجه احنا كنا اتكلمنا فيها الباور سبلاي. الباور سبلاي بتاعنا فيه ديفرنت كاتيجوريز او ديفرنت برودكتس. في عندك ال 160 ملي امبير، 320، ال 640 ملي امبير. طبعا احنا بنفترض ان الجهاز الواحد بيسحب 10 ملي امبير، فمثلا ال 640 ملي امبير دول بيشيلوا 64 جهاز. وجت من هنا بقى فكره ان اللاين بيقدر يتحط عليه 64 جهاز. طب افرض انا كنت مختار الباور سبلاي اصلا 320، يبقى كده اللاين نفسه اللي هيتحكم فيه الباور سبلاي اقصى فيه حاجه 32 جهاز. فانت قدامك الفاريشنز اللي انت تجيبها على حسب السيستم جواه ايه موجود عندك فويسز. في طبعا عندنا كمان شويه فيتشرز بقى، ان انت ممكن تجيب الباور سبلاي بتاعك وانتجريتد معاه الباس كابلر، ما تجيبش الباس كابلر از سيبريتد ديفايس. في بعض الاحيان الاستشاريين بيبقوا طالبين ان انت تغذي الباور سبلاي بتاعك من يو بي اس او من سورس يكون ريلايبل. فاحنا بنقدم بدل فكره ان انت تجيب يو بي اس ويغذي باور سبلاي، هو احنا بيبقى عندنا فيه باور سبلاي وجاي معاه الباتري موديول بتاعه. فده يمكن سوليوشن بيبقى سهل، ان انت بتحط الباتري موديول ده وبتتعلق جوه اللوحه عندك. ده بيقدم لك يعني سوليوشن ريلايبل اكتر ان كيس ان انت كنت محتاج تغذي الباور سبلاي من باتريز. فده كده الفكر بتاع الباور سبلاي. السيستم كومبوننتس الثانيه اللاين كابلر، اليو اس بي انترفيس لو انت عايز تخش باللابتوب بتاعك تبرمج ال كي ان اكس سيستم. عندك الاي بي انترفيس لو انت عايز تكومينيكيت او تربط مع شبكه اي بي او ايثرنت نتورك. عندك كل انواع الانترفيسز بقى لو انت عايز تربط مع باك نت او مع بي ام اس بروتوكول، هتلاقي الانترفيس موجود عنده جوه الاوفرنج بتاعنا بالكامل. طبعا من وجهه نظر السنسورز هتلاقينا ان احنا بنقدم كل انواع بقى. مثلا لو احنا نمسك الجزء بتاع الكيباد هتلاقي كل الاشكال والانواع بتاعت الكيباد اللي انت تتخيلها موجوده في البورتفوليو بتاعنا. وده يمكن اكتر بيخدم الناس المعماريين، هتلاقي ان احنا بنقدم الجيرمان ستاندرد والايطاليان ستاندرد. يمكن كان ساعات بتواجه المعماريين كده مشاكل، ان هو خلاص الراجل اللي اسس البيت او الفيلا فتح العلبه بتاعت مثلا السويتش اللي هو هيحطه ان هي تبقى علبه مثلا اللي هي المستطيله اللي هي الايطاليان ستاندرد، وتلاقي مثلا ان انت الكي ان اكس مانيفاكتشر اللي انت بتتعامل معاه ما عندوش بس غير اللي هي المربعه. فيعني دي نقطه بتقوي اي بي بي شويه، ان هي عندها البورتفوليو بالكامل، عندها الايطاليان وعندها الجيرمان، عندها كل اشكال الكيبادز بكل الفانكشناليتيز المختلفه. الكيبادز ان انت ممكن ابتداء من الكيباد الطبيعيه خالص هي ما بيبقاش عليها اي انديكيشن مثلا غير الشكل بتاع الابلكيشن نفسه ان انت بتلزقها عليه وبتبقى منوره، اب تو التاتش سكرين اللي هي بتبقى فيها كل السيناريوهات اللي انت ممكن تتخيلها واللي انت بتحطها. طبعا ممكن تحطها في الريسبشن عندك او تحطها للفاسيليتي مانجر مثلا اللي بيتحكم في المبنى، بيبقى شايف من قدامه التحكم في الاناره والتحكم في التكييفات وجواه، يعني كانه قدامه تابلت بيتحكم فيه في المبنى كله. برضو الديفرنت فيه بقى اللي هي ال 8 روكر وال 12 روكر، وتقريبا كل زرار او يعني كل زرار من دول انت بتقدر تبرمجه لاكثر من فانكشن. يعني ممكن الدوسه الطويله تديك فانكشن، الدوستين تدي فانكشن، الدوسه الواحده تدي فانكشن، ممكن تاخد روكر بالكامل يعني ده كده يبقى اون وده يبقى الاوف، ممكن ده يبقى اون والدوسه وبعديها تبقى اوف وهكذا. فكل السيناريوهات المختلفه انت ممكن تعملها عن طريق الكيبادز. طبعا برضو الكيباد اللي هي الترايتون دي بتاعتنا ان هي بتبقى كيباد جواها روكرز وجواها الحته اللي هي بتتلف دي، ان انت يعني الروتيتنج سويتش ده ان انت بتلفه بتقف على السين اللي انت محتاجه. يعني مثلا بتلف الروتيتنج سويتش ده تجيب اللايتنج، تروح دايس مثلا عليه اوكي يفتح لك المنيو بتاع اللايتنج يا اون يا اوف وهكذا. فبرضه السويتش ده من يعني من الحاجات الظريفه قوي اللي احنا بنوردها مينلي في المشاريع بتاعتنا، ان انت بتحقق فانكشنز كتيره كيباد بتبقى صغيره قدامك.
بالنسبه للديتكتورز او للسنسورز، في عندنا طبعا البريزنس ديتكتور والموشن ديتكتور، سواء الاندور او الدور، كل البورتفوليو ده طبعا برضو موجود عندنا. في الباينري انبوتس، ان كيس ان انت مثلا كنت محتاج ان انت تركب كونفنشنال سويتش، انت مش عايز كي ان اكس سويتش مثلا، في عندك باث روم مثلا ومحتاج ان انت يكون الاي بي بتاع السويتش اللي جواه عالي مثلا، والفيندور اللي انت كنت بتتعامل معاه الكي ان اكس سويتش بتاعه ما كانش فيه اي بي عالي، فانت مضطر ان انت مثلا تجيب سويتش عادي او كونفنشنال سويتش، بس الكونفنشنال سويتش ده عايز تدخله على الكي ان اكس سيستم بتاعك، فبنحط في ظهره في نفس البوكس بتاعت السويتش الباينري انبوت ده، ياخد سلكتين من الكونفنشنال سويتش، ومن الناحيه الثانيه يبقى انت ربطت على الكي ان اكس سيستم بتاعك. دي كده فكره بسيطه لاستخدام الباينري انبوت. تقدر طبعا تستخدمها في حاجات كتير قوي، لو انت عايز تستخدم مثلا زي ليميت سويتش مثلا وتدخله على الكي ان اكس سيستم بتاعك، بتستخدمه برضو عن طريق الباينري انبوت لو انت حابب. الانالوج انبوت نفس الفكره، لو انت محتاج ان انت تاخد اشاره انالوج وتدخلها على الكي ان اكس سيستم بتاعك، بتستخدم برضو الجهاز بتاع الانالوج انبوت. لو انت عايز تاخد مثلا درجه حراره انالوج وعايز تدخلها على الكي ان اكس سيستم بتاعك، بتستخدم برضو الانالوج انبوت اللي موجوده عندنا. في طبعا الموديول او الويزر ستيشن اللي احنا بنستخدمها، ده انت بيبقى في عندك لو انت مثلا في بيت مثلا وعايز تحط ويزر ستيشن علشان تعمل سيناريو ان كيس ان مثلا الشمس طلعت، تبتدي الشاترز تفتح اوتوماتيك، تبتدي تظبط درجه حراره التكييف اكوردنج لدرجه الحراره الخارجيه مثلا، تبتدي تتنبأ بالطقس مثلا الرين والويند سبيد وهكذا. بنبتدي ان احنا بيبقى في عندنا سوليوشن للويزر ستيشن بتبقى محطوطه بره البيت بتاعك، وبنوصلها على الويزر ستيشن اكتويتر، ومن الاكتويتر ده بخش على الكي ان اكس سيستم بتاعي، بيديني بقى كل الداتا اللي انا محتاجها من خلال بقى السمارت سكرينز اللي انا حاططها في المبنى عندي، من خلال الموبايل ابلكيشن اللي هو بيبقى ممكن يساعدني ان انا اشوف الداتا اللي موجوده في الكي ان اكس سيستم بتاعي. فده كمان سوليوشن بنقدر نقدمه. طبعا من ضمن كده مثلا انا اتكلمت شويه عن يبقى بالترتيب كده، انا اتكلمت عن الباور السيستم كومبوننتس اللي هي الباور سبلاي والراوترز او والكابلرز، بعد كده اديت نبذه عن الانبوتس السنسورز اللي هي الكيبادز والسنسورز او ديفرنت سنسورز. دلوقتي هتكلم عن الاكتويترز اللي انا بطلع عليها الاكشن بتاعي. الاكتويتر في ابسط انواعه طبعا اللي هو اللايتنج اكتويتر، متوفر في كل الاشكال او التشانلز اللي انت محتاجها، في من ابتداء من ال 2 شانلز لحد ال 12، وانا اتوقع او بصراحه انا مش متاكد قوي في وصل عندنا لحد ال 24 شانل على ما اتذكر يعني. وطبعا وانت بتوصف السويتش اكتويتر بتاعك لازم تبقى عارف انت اللود اللي انت رايح عليه طبيعته ايه، طبيعه اللايتنج بتاعك ايه، هل اللايتنج انت بتغذي انكانسنت لامبس مثلا او فيلمنت لامبس، ولا انت بتغذي للدات، ولا انت بتغذي كشافات ليها هاي انرش كارنت مثلا زي الميتال هالايد لامبس وهكذا، لان ده بيفرق معاك في اختيار النوع بتاع الاكتويتر. هتلاقي في حاجه اسمها سي لود، وهتلاقي حاجه اسمها اي اكس لودز، لان الموضوع ده بيواجهنا كتير قوي. كان مره في مشروع في استاد كانوا مركبين ميتال هالايد لامبس، وكان بعديها بسنتين تقريبا قالوا لنا تعالوا الحقوا السويتش اكتويتر بتاعكم اتحرق. فاحنا كنا عاملين الحسابات على اللود بتاعنا ومعانا البانل سكادول والكرنت اللي هو موجود، وكل الحسابات كانت مظبوطه. لما الكوميشننج تيم بتاعنا راح وعمل انفستيجيت للكيس، لقى ان الكشافات ان هم بدلوها، بدل ما كانت ليد لايتس اكوردنج للديزاين، بدا اللي تورط فعلا للموقع كانت ميتال هالايد لامبس، او مش فاكر يعني حاجه من الحاجات اللي هي او هاي بريشر ميركري او حاجه من الحاجات اللي هي ليها انرش كرنت عالي. وبالتالي بدا ان الموضوع ده ياثر على السويتش اكتويتر، لان هو مش جاي اصلا على اللود ده. فانت بيبقى مطالب منك ان انت تبقى عارف طبيعه اللايتنج اللي انت هتعمل عليها سويتشنج قبل ما تختار السويتش اكتويتر بتاعك. يعني وهتلاقي ان اي بي بي بتغطي تقريبا كل الاحمال المطلوبه اس تي 1 واس 3 واي اكس وهكذا.
يمكن في شوية فيتشرز كده بقى داخلية جوه السويتش اكتويتور بتاعنا، مثلا ان هو بيدي الارم ان كيس اوف فيلير، يعني لو انت كنت ظابط مثلا ان السيركت بتاعتك بتسحب مثلا 12 امبير، ان كيس مثلا ان هي سحبت مثلا 12 ونص امبير مثلا في حالة الفيلير، وكان السيركت بريكر بتاعك معمول على اكتر من سيركت، يعني مثلا ان هو كان مثلا السيركت بريكر بتاعك ده 16 امبير مثلا، فممكن ان انت كده السيركت بريكر مش هيحس بالاوفرلود اللي موجود على التشانل بتاعتك، بس مش هيفصل. ففي فيتشر جوه السويتش اكتويتور ان انت ممكن يديك الارم ان كيس ان انت كان الثريشولد بتاعه انت عامله مثلا على 12 امبير وحصل اوفرلود، يبتدي ان هو يديك الارم، ولو عايز تاخد الارم ده تبعته مثلا على السكرين بتاعتك يقول لك ايه المشكله، يبقى يبعتها لك، او ان انت تاخده على اوكسيلري كونتاكت مثلا للسيركت بريكر او المينيتشر اللي موجود في اللوحه عندك عشان يفصل، تقدر تاخد برضو الفكر ده. طبعا الشاتر اكتويتورز موجوده بجميع انواعها من ال 2 اند 4 اند 8 فولتس، بتتعامل مع المواتير بتاعه الشاترز، سواء بقى الستاير عندك بتفتح يمين وشمال متحكم فيها موتور واحد او موتورين على حسب الريتد فولتج بتاعه ايه، هتلاقي ديفرنت بورتفوليو بيغطي لك كل الابلكيشنز بتاعه الشاتر اكتويتورز. بالنسبة للديمرز في طبعا كل برضو البورتفوليو اللي بيغطي الديمينج سوليوشنز، سواء يونيفرسال ديمرز او الستاندرد ديمرز او الدالي جيت ويز، فانت على حسب طبعا انت محتاج ان انت تعمل ديمينج على لمبة عاملة ازاي او على كشاف عامل ازاي، بتبتدي ان انت تختار الديمر المناسب ليه. ان كيس ان انت كنت عايز تانتجريت مع دالي سيستم، ان كيس ان انت عايز تروح تبص على كشاف بعينه وتتحكم في كشاف، ساعتها انت الكي ان اكس احنا زي ما قلنا هو هيتحكم في السيركت بالكامل، هيتحكم في مجموعة الكشافات اللي انت موصلها على تشانل واحدة. لا افرض انت كنت عايز تروح تتحكم في كشاف وتاخد الستاتس بتاعته وهكذا، هتلاقي البروتوكول اللي بيساعدك او في الموضوع ده اللي هو الدالي بروتوكول او ديجيتال ادريسبل لايتنج انترفيس. طيب تقدر تانتجريت الدالي مع الكي ان اكس؟ اه طبعا عن طريق الدالي جيت ويز، ان انت بيبقى عندك جيت واي من ناحيه بتخش عليها بالكي ان اكس كيبل بتاعك، ومن الناحيه الثانيه بيخرج الدالي شانل اللي انت بتلم عليها الكشافات اللي انت محتاج تراقبها. فده من مزايا برضو الـ KNX Solutions. طبعا بيساعدك جدا، هتلاقي في السيناريوز بقى بتاعت الاناره، ان انت لو عايز تحط لايتنج سنسور يقيس لك الاليومينيشن ويبتدي بناء على كميه الاناره اللي داخله للاوضه ان هو يبتدي يفتح لك او يقلل او يزود الاناره بتاعت الكشافات عن طريق الديمرز اللي موجوده فيها، فده وارد. وارد تاني ان انت تانتجريت كمان اللايتنج سنسور ده مع الشاترز، ان مثلا لو الاناره قلت شويه يبتدي يفتح لك الشاترز، طب فتح الشاترز على الاخر بعد كده يبتدي يتحكم في الديمرز ان هو يزود لك الاناره. فالفكر بتاع اليومينيشن كنترول او اللايتنج كنترول في الغرف، طبعا السيناريو، فطبعا السوليوشن ده طبعا بنقدر نقدمه، هو تيستد وبسيط جدا، بنقدمه بكل سهوله من اي بي بي. في بعد كده بقى شويه السوليوشنز المختلفه، مثلا زي الروم اوتوميشن اللي احنا بنستخدمها مثلا في الجيست روم مانجمنت سيستم، ان انت ممكن وارد يكون عندك غرفه وفيها ثلاثه اربع ابلكيشنز مثلا بالعدد، في انت عندك اللي عندك الاتش فاك، في عندك لايتنج كنترول، في عندك سكيورتي مثلا الشاترز او البلايندز كنترول. فانا اقدر ان انا الم لك كل السوليوشنز دي بدل ما تجيب اكتويتر لكل ابلكيشن انت محتاجه وتحطه جوه اللوحه عندك، لا انا ممكن اوفر لك كل الابلكيشنز دول عن طريق روم اوتوميشن او روم اوتوميشن كنترولر، بيبقى جواه الموديولز المختلفه اللي بتقدم لك كل الفانكشنز ديت، فده تقدر تحطه مثلا في غرفه اوتيل مثلا. فعشان كده انا قلت مش شرط الاكتويتورز ان هي كلها تتحط مثلا جوه لوحه الكهرباء، لا انت ممكن تاخد الجهاز ده او الروم كنترولر وتحطه فوق الفول سيلينج مثلا بتاع غرفه الاوتيل بتاعك، وبالتالي تتحكم في كل
السيستمز اللي انت كنت محتاج تتحكم فيها جوه الروم بتاعتك، فده حل برضو ظريف بتقدر تستخدمه ان هو كومبايند سوليوشن عندك. طبعا بالنسبه للاتش فاك ابلكيشن زي ما قلنا ان ده كان بالنسبه للناس بتقول كان اكس، واي بي بي عملت مبادره او عملت بروجرام كده جواها اسمه كلايما ايكو، ان هي تبتدي تعمل كل السوليوشنز المختلفه اللي تساعدها في التحكم في الاتش فاك سيستم. كان يمكن احنا بنقدر نتحكم في الحاجات الصغيره السبليت يونتس الفان كويل يونتس والحاجات دي، وكان في تحدي عندنا في الجزء بتاع بقى التشيلرز والحاجات اللي هي بتبقى هيفي ديوتي. فدلوقتي بدا زي ما قلنا كان اكس يخش وينافس بي ام اس سيستم بقوه جدا في وطبعا في عندنا بقى السوليوشن بتاع الانرجي مانجمنت سيستم، ان انت لو محتاج ان انت تراقب الفاسيليتي بتاعتك او تراقب الغرف بتاعتك او وات ايفر ايه اللي انت عايز تراقبه، بتبتدي ان انت تحط العدادات اللي هي هتقرا لك الاستهلاك بتاعك، وتبتدي بناء على قرايات العدادات تاخد السيناريو او تاخد الاكشن اللي انت محتاجه. وبالتالي كان لازم ان احنا يبقى في عدادات بتعرف تتكلم ببروتوكول تقدر بروفايد ميترز او انرجي ميترز الكوميونيكيشن بروتوكول بتاعها كان اكس بروتوكول. وطبعا في الانرجي اكتويتورز او السويتشنج موديول، فنفرض ان انت مثلا عايز تتحكم في سوكت كونفنشنال عندك، عايز مثلا لما اللود يزيد عليه مثلا او الكونسومشن بتاعه يزيد بليمت معين يبتدي ان السويتش ده تقطع عنه الكهرباء. برضو الكونسبت ده موجود او الديفايسز دي موجوده جوه اي بي بي. وزي اخيرا ما قلت ان التحدي عندنا قوي جدا في الحته بتاعه الاتش فاك سوليوشن، ابتداء من بدايه السنه دي اي بي بي عملت اكوزيشن لشركه كبيره جدا في المجال بتاع البي ام اس، شركه اسمها سايلون. دلوقتي بقت تحت اي بي بي. سايلون كانت بتقدم الحلول القويه بتاعتها في البي ام اس سوليوشنز او الحاجه اللي هي بتتعامل بالباك نيت بروتوكول. فدلوقتي مع الاكوزيشن بتاعنا لشركه سايلون، دلوقتي ان احنا نقدر نقدم 100% سوليوشنز في مجال الاتش فاك. بالنسبه ان احنا زي ما قلنا ان كين اكس كان بيواجه صعوبات شويه في الحته بتاعه الاتش فاك، فكل الشركات بتحاول تفكر تعمل ايه في الموضوع ده. فاي بي بي عملت اكوزيشن لشركه كبيره في المجال بتاع الاتش فاك كنترول عشان تقدر تقدم للكلاينت بتاعها البيلدينج اوتوميشن بالكامل، سواء في السايد بتاع الاتش فاك سواء كان قليل او كان هيفي، وكمان في بقيه المجالات بتاعه اللايتنج والديمرز وهكذا. انا كده خلصت البرزنتيشن بتاعتي. انا يعني انا عارف ان انا كنت بجري شويه وما كنتش بخش في التفاصيل قوي، لكن زي ما قلنا انا الهدف بتاعي ان انا كنت احاول ان انا افتح الشانل مع حضراتكم واحاول ابين لكم حاجات بسيطه عن البورتفوليو اللي بتقدمه اي بي بي. طبعا بنقدر نقدم حاجات اكتر من كده بكتير، فاتمنى ان النهارده تبقى دي كده البدايه بس. ان شاء الله التعمق بقى في السيستمز ومميزات السيستم ومميزات كل برودكت عنه ممكن نبقى نفرد له سيشنز مختلفه ان شاء الله. ودايما على تواصل وانا تحت امركم في اي وقت. طبعا اي حد عنده اي تساؤل او اي حاجه في الحاجات اللي انا اتكلمت فيها النهارده او الحاجات اللي ليها علاقه بالكينكس وانا ما اتكلمتش فيها، انا طبعا يعني انا تحت امركم ان انا اسمع اسئلتكم وان شاء الله اجاوب عليها او اجيب لكم اجابتها باذن الله. انا كده خلصت، فانا محتاج اسمع اسئلتكم بقى. شكرا جدا مشانس محمد، برزنتيشن متميز وخلصت في الوقت المحدد بالملي، يمكن اديتنا داتا كتير جدا كانت محتاجه فعلا، مش ساعه دي كانت محتاجه على الاقل 3 ساعات او 4 ساعات، لكن احنا كان هدفنا في رمضان فعلا ان احنا يعني ما نطولش على الناس في المده، كان هدفنا ان احنا كفايه جدا ساعه واحده يكون فيها ملخص او يكون فيها داتا كويسه نقدر ان احنا نبني عليها فيما بعد من خلال ويبينارات تانية. يمكن اغلب الناس المشاركه بعتوا لي على الخاص دلوقتي من شويه ان لا احنا عايزين اكتر عن اي بي بي، فباذن الله هننسق مع مهندس محمد لو ما فيش مانع عندهم ان احنا ننسق اكتر من ويبينار بحيث ان احنا نتكلم ان ديتيلز شويه
يمكن انا شفت اسئله كتير، دونت كل الاسئله بتاعت الناس اللي كتبتها، يمكن اغلبها شويه معلش بعيد شويه عن الموضوع البرزنتيشن. احنا موضوع البرزنتيشن كنا بنتكلم على البرودكتس بتاعت اي بي بي والسوليوشنز اللي بتقدمها، لكن اغلب الاسئله كان رايح ناحيه تكنيكال شويه. يمكن دي شغلانتنا احنا بقى، يعني ممكن اعمل لكم ويبينار نتكلم على الاسئله بتاعتكم التكنيكال، لكن احنا كان يهمنا الاسئله الريليتد باي بي بي، بالبرودكت بتاع اي بي بي، بالسوليوشنز الخاصه باي بي بي. وده ان شاء الله هننسق فيها مع مهندس محمد ونعمل ويبينار تاني يكون فيه تفاصيل اكتر عن البرودكت والسوليوشنز اللي بتقدمها اي بي بي ان شاء الله. في النهاية أنا بس هبعت لكم حاليا دلوقتي لينك، هبعته على الشات. اللينك ده هيبقى مجرد فيدباك حوالين البرزنتيشن عشان نقدر نطور من الويبينارات اللي جاية. زي ما انتم عارفين احنا بادئين سلسلة ويبينارات، أولها كان النهاردة، إن شاء الله هنكمل بكرة وبعد بكرة إن شاء الله مع هاجر، بعده بإذن الله مع زينيو، والأسبوع اللي جاي هنبعت لكم السكادول بتاعه، والأسبوع اللي بعد بعده إن شاء الله هيبقى نفس الفكرة. فحابب إن انتم يعني من خلال اللينك اللي أنا هبعته حالا دلوقتي على الشات بوكس تدونا الفيدباك بتاعكم علشان نقدر نطور من الويبينارات في المرات اللي جايه ان شاء الله. وبرده كمان البيانات اللي هتتسجل في اللينك ده، زي ما قلت لكم يمكن اللي ما حضرش معانا في المقدمه، الناس اللي هتسجل معانا من خلال لينك الفيدباك هنبقى في اخر يوم في الويبينارات ان شاء الله. لو استمريت معانا من اول ويبينار لاخر ويبينار هنعمل سحب عشوائي ونختار واحد منهم ياخد معانا سيرتيفايد بيزك كورس ويكون بارتنر بصوره اوفيشال من خلال كينكس اسوسيشن. شكرا لوقتكم وشكرا ليكم وشكرا لمهندس محمد طبعا على المعلومات القيمه. شكرا يا باشمهندس، شكرا لجهود حضراتكم، وباذن الله واتمنى ان هي ان شاء الله تكون كانت حاجه مفيده، يعني مفيده جدا، واعتقد وهيبان في اللينك برضو الافاده وهشيرها معاك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله خلال ساعات هنبعت لكم اللينكات بتاعه بقيه الويبينارات اللي هي هتتم ان شاء الله بكره وبعده وخلافه، هنبعتها لكم خلال ساعات ان شاء الله. واتمنى نكون في تواصل مستمر مع الويبينارات ونتابع مع بعض خلال رمضان ان شاء الله. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، رمضان كريم. رمضان كريم. Thank you.